واحنا السنه دي الحمد لله رب العالمين في معرض الكتاب، انا عندي كتابين السنه دي، وانا كنت حابب ان انا اعمل وجبه كده ايه يعني متكامله، اخلاقيه نفسيه سلوكيه روحانيه في الكتابين النازلين. الكتاب الاولاني هو كتاب غالي عليا جدا جدا، هو كتاب انسان جديد. انسان جديد ليه ذكريات معايا جميله. الكتاب ده بيتكلم على الضغوط النفسيه واعباء الحياه اللي بتحصل في حياه الانسان بسبب سلوكياته السلبيه. انت ماشي في رحله حياتك كده، ساعات تبقى مضغوط نفسيا جدا ومتوتر جدا بسبب سلوكيات معينه وعيوب. ازاي تكتشف العيوب دي، وازاي تعرف السلوكيات السلبيه دي، وازاي تعرف تسيطر عليها وتصلحها؟ لان الحياه في رحله السعي على الارزاق وجهاد النفس وجهاد الشيطان، مش ناقصه ان الواحد يبقى عنده سلوكيات سلبيه وعيوب مكرره عامله ضغط نفسي عليه. الكتاب ده ينفعكم جدا جدا يا شباب، واتمنى احنا طبعا متناولين موضوع الاعباء النفسيه والضغوط النفسيه من وجهه النظر الشرعي الشريف ومن وجهه نظر العلوم النفسيه الحديثه. ان شاء الله يعجبكم الكتاب، هتلاقوه طبعا في دار نهضه مصر. الكتاب الثاني برضه في نهضه مصر، كتاب اسمه يوم في الجنه. الكتاب ده من اجمل الكتب اللي الواحد عملها في حياته، بيتكلم على مشاهد السعاده اللي في الاخره. واحنا في رحله الحياه وفي ضغوط الحياه، الواحد بيبقى محتاج يشوف الجنة قدام عينيه، وتبقى الجنة هي الدافع الأساسي لسلوكيات الواحد طبعا بعد رضا ربنا سبحانه وتعالى. أنا بكلمك من أول في رحلة الآخرة، من أول نزول القبر والعرض على ربنا سبحانه وتعالى والميزان والصراط ودخول الجنة ومنازل في الجنة، بس مشاهد النعيم بس، بحيث أنت لما تقرأ يحصل لك حالة من الاستبشار وتتشجع كده على السير إلى الله السوي في إكرام الخلق وحب الخالق وانت ماشي في رحلة الحياة. طبعا ده بالإضافة للكتب اللي نزلت الفترة اللي فاتت، سواء كان كتاب كلمة أو كتاب قصة حب أو الكنز المفقود أو خدعوك فقالوا أو عيش اللحظة.